عيون جل مغمرات يا حي مركب الدلايل. بسم الله الرحمن الرحيم. على بركة الله وتوفيق الشوط السادس والخاص بالقدان المشتركات في صندوق الحلفة للفطامين في عاصمة الميادين. إشراف حمد بن سعيد المتعافي المقدمة والمركز الأول من البداية. نبدأ معركتنا ونبدأ الأداء الجميل هنا في عاصمة الميادين. المركز الأول لمين؟ الرقم كم يا أبو يوسف؟ 72 ولا 12؟ 12. نعم، هذا شعار اللي فايز معانا ابو عمر حميد بن عمر بن بخيت المنصوري مع شاهين، قدم لنا الشاهينية في وقت جميل. المركز الثاني التغيير اللي طرى مع هناك ثابر. يا سلام يا سلام، ثاير وثاير ساير ساير لحمد بن سهيل بالحطم العامري. يتقدم شعار بالحطم في المركز الاول. المركز الثالث وين؟ المركز الثالث والقدوم والدخول مشاهدينا من قبل وصول هنا سلهود لسعيد بن محمد بن عبيد بن سويد العامري، هو يتقدم الآخر. يا السلام، النقلة في المركز الرابع. المركز الرابع الوصول والقدوم مع شاهين عبد الله بن احمد بن العود الرميثي بجواره. هناك ايضا دخول من قبل الوصول والقدوم من قبل الذي وصل في هذه اللحظات مشاهدينا في كل مكان. الكل واصل هنا سالم بن سعيد محسن. نعود المقدمه، نعود بالحطم، نعود بالحطم وشعار الجميل مع ساير حمد بن سهيل بالحطم العامري وبجواره ايضا بن سويد. قادم 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 بقوة الأقوياء سعيد بن محمد بن عبيد بن سويد العامري. يا سلامي عليك بالحطم، بالحطم سلامي عليك يا بالحطم، سلامي على العين وسلامي على دار الزين وسلامي على أداء الجميل. سلام بالحطم، سلام على هذا الوصول الجميل. صفه وحام البودرة مع هذا الشكل وهذا الجمال مع ساير حمد بن سهيل بالحطم العامري. والمركز الثاني اللي وصل سلود لسعيد محمد بن سويد بن عبيد محمد بن عبيد بن سويد العامري. والمركز الثالث، المركز الثالث شاهين عبد الله بن احمد بن عود العامري. والتوقيت دقيقتين و12 و95 ثاني افضل توقيت. ما شاء الله عليك يا بالحطم، ما شاء الله. شوف الشباب كله مرة يجيبون تيمات قوية ويجيبون تعديلات ممتازة، ما شاء الله وتبارك الرحمن.